درهم 70 مليون سين 50 جينا 20 حيت كورونا جات مع كورونا سكتنا جينا 2020 خلينا ثلاثة من الضيعة باش تخلص لي فاريات ما خليناش لي فاريات ما حكاش واحد يقول خلينا لي فاريات جبدية قلتها هذيك المرة ما جبدتوش نوزناها 2020 لي فاريات ولكن 23/24 رئيس علاش فقط نديرو 20 مليون في الماء و 120 مليون في الكهرباء انا تجربتي شي مرة ما تخدموش شي حاجة تاع شي واحد معايا كيف ما احكم ليني ولا نمثل تنطلع الارقام اللي حطيت فيها السيد الرئيس حاط لي مشكل وجايبين دابا عاوتاني ربما ما عنديش في هذه كارثه تجمع عاوتاني 120 مليون في استهلاك الماء والكهرباء زائد السيد الرئيس ماشي انه 100 مليون و 120 مليون في السطر سنويا مستحقات استهلاك الماء والكهرباء تاع البرونش مولا السيد الرئيس حتى تنحيدو حيدتو لي الكونتور تاع الماء حيدتو لي الكونتور ما خاصنا ما ينزل هذا تي طاش كنا فقعت وهذا هو درسي ونحبنا وكذا خاصنا ما ينزل خاصنا نشوف 30 مليون مش 120 وهذا وطلع الكهرباء درتي الطاقة الشمسية ضربتي بها الأرض جبنا لك الأرقام لأنك راه خسرتي وخسرتي حيت السبعة وخسرتي الميزانية ولا نسيتو لي درتي تاع هذاك لو شيفر ضربناه حنا في المدة تاع الصلاحية تاع هذيك الطاقة الشمسية لقينا أرقام خدمنا على الفوق نيسر يعني نهار ما تسالي الاستفادة قتلوا بريمي هذيك قلت الموضوع هذا بدون صيانه دونك هذه الطاقه الشمسيه السيد الرئيس اللي بغيت توريني دابا ودابا بغيت توريني شفر شحال ربحنا 200 مليون الدوبه قال 20 مليون وكان قد والطاقه الشمسيه عندنا وما تيربحناش ربحنا السيد الرئيس الطاقه الشمسيه ملي ما قد حنا تنفرجوا نفس هذا كثير عادات شي عادات صغيره 70 مليون بغينا نعرفوا ناس شنو هو العدد الصغير انا بغيت نعرف العدد الصغير 10 كتاب هذا هو النقاش قلتي لي ناقشنا العدد الصغير 70 مليون اما هذاك الشيء راه تحاضر الاطعام وهذا كاين 400 مليون 500 200 200 مليون نشاط ثقافي 200 مليون مش نبنى لا ثقافه لا والو ماشي اش نشوفوا على المصاريف كثير اليات في الاقل سيد الرئيس شنو اللي كانت عندنا باش نديرو كثير الاليات اعطيني شي مليون سنين 310 مليون كثير الاليات اذا حنا نجينا هنا نكريو واش ماشي الاليات واش كنا اليوم مصلحه المواطنين ومصلحه المتقابلين ومصلحه الشخصيه هادشي اللي بغيت نعرف هادشي اللي خاصني نعرف في الصوت وتنقول هذه من السيد الرئيس كثير الصيانه والمحافظه على البنايات اما حنا نعرف 420 مليون فين مشي البنايات اللي كانت فيها الصيانه دابا هذا هو اللي تنعرفو دابا الحصيله راه تصميمك حنا هذا هو اللي كنا نسيرو على الصيف الارض حتى اه اسمح لي تجيب جديد حركنا فساد وحركنا فساد هذا امتحاننا الفساد وهنا هادشي بغيت نعرفو هذا التصميم 420 تاع الصيانه في شراء قطع هي 60 مليون عارف انا تكاليف السيارات حيت ما نقصتو هذا ماشي انت اللي غادي تتبع اعطيني اشنو في ملكيات أبار القار ولا جوج وأوديات هاد القطعة هي اللي تيشرى إلا كان عندنا سيد الرئيس هاد السيارة تيستهلكو لنا 60 مليون تاع قطعة هي أنا ما عندنا ما نديرو بيهم نحاولو نشدو شوفو ما عندنا دينا حتى ولا جهدي بوستو جديد باش نحاولو على الفلوس على الساكنة اللي تشد الساكنة تاع السبان إلا كنا خايفين على المليار و 600 وطيح بلاما الشهر 12 وبغيتونا نصوتو حنا واخا ما نصوتوش غا نصوتو غادوز غادوز ولكن حنا تنعرفو علاش نصوتو تحملوش مسؤولية تاع شي حاجة دراسة العامة السيد الرئيس 40 مليون والتقنية 40 من 20 مليون دراسة العامة السيد الرئيس اللي تمشيو نقولوها دراسة العامة السيد الرئيس مليون و100 ألف درهم 110 مليون في الدراسات مقسمة لأن يقول لي بريك هنا في الكيل العام السيد الرئيس راه حتى أنا المشرع اللي نسيت نتفرج منك تقول لي قول للمشرع يغير هذا الشيء تاع وما تقولش لي نشوف الشريعه البنزين ولا المازون مواطن كلشي تيعرفو هذه لان باش نمشي للمصدر الدراسات التقنيه الدراسات المساعده التقنيه الدراسات المساعده وحيت ما فاش تعاونوا معايا اشنو هما لي بروتي اللي بنيو ثلاثه تيرانات كانوا بنيين مع البروموتور تاع فيردوس حطينا لهم العشب 100 مليون تيران 80 ما تعطاتنا شي شحال شنو يتبنى؟ بقينا نعرف شنو يتبنى انا عاوني شنو يتبنى ندوز هذه المساعدات يا غدا ندوز اخر زيد باش نكمل معاك السيد الرئيس تماك قيم
دور الحضانه هي مهمه، الاستثمار في الانسان السيد الرئيس، لعبه حاصله، انا نهضر معك حاصله، استثمار في الانسان السيد الرئيس، الشعار تاعك، استثمار في الانسان، انا ماشي تجيب لي كوب وتوري وكتب لي مقاطع تاع يسمعوا الاستثمار، استثمار في الانسان هو الوفر ليه المرافق اللي يكون هذيك الطفوله، لان ملي تجيو مصاري تسير مراكز ثقافيه خاصه بالمرأة، ومراكز تسير مراكز اجتماعيه ثقافيه خاصه بالطفوله، الطفوله سيد رايح، ما تقلبش وجهك ليه عزيزه عليك، اللي تتشدك البكيه ملي تعلقها، وتخرج لها 300 مليون، مصاري تسير دور الحضانه، حتى رواد المرافق اللي فيهم استثمار في الانسان، مع الاسف تلقاو تتبرج بشنو؟ 20 مليون. و20 مليون بالنسبه ليا قليله، ولكن 20 مليون مع الاسف متصرفات تفندوز ما تتصرفش كلها تبادلات تحويل، يعني 60 مليون اللي كاين في هاد الثلاثه ديال ريبريكا سيد الرئيس تبادلات تحويل، حتى هذاك الاستثمار في الانسان ما تستافدش منه، هاد المراكز تنقولوا حنا خاصهم تحسن الوضعيه ومليون وصولهم ما كاينش. لوازم الرياضيه والعتاد الرياضيه سيد الرئيس لا ما نناقش هذا الاختصاص تاعك، باش 2 مليون و800 درهم في ظرف 3 سنين 230 مليون، لان تنعرفوا الحاجه الاستهلاكيه آليه في البلاصه، وخارجي اي واحد بغا يدير لوبيريت وهذا صافي سالات تفرقات، لما تفرقات انهار، هادشي علاش تنعرفوا حنا لي مونطو تيكونوا هنا برمجه تنشوفوا السيد الرئيس، راه ماشي انت السيد الرئيس، راه كل شيء انت راه مشيتو بزاف ما هو استهلاكي، راه تلقاو الثلثين تاع هنا مشى ما هو استهلاكي، يعني ما تتسالش في الساكنه تاع النهار تاع الصنار تاع الشطح ردح طق سالا، ماشي تاع هني وخلي الخلاف، هذا هو اللي بغينا استثمار في الانسان، اما انا واش نبرمج 300 مليون لوازم رياضيه مع الاسف شراء مواد صحيه 50 مليون اللي تبرمجات عندنا باغي نعرفوها السيد الرئيس واش تصرفات ولا لا، من حقنا عقلوا لينا واش درتي زائد 180 مليون راه باقي راه غادي نقربنا من العمله، لان درتي فيها الويل في الحمله الانتخابيه تاعك تشفرات الدور ما دخلش تشفرات تنتاج ملي جيتي تتبغي الصفقه كتبغى لا ريسيبسيون عباد الله واش كاين شي رئيس يبغي لا ريسيبسيون تاع ايه فيها حباب شديتو بحالي انا يا خويا علاش دازت هاني علاش هادي اختار مراحل واش تعرف الحكامه ولكن باش تحيي لنا صفقه 180 مليون شوارات وحر مشحومية وحدين على ظهرها وحبيبات وتتفاجئ تلقى المجلس تقول لها 180 مليون خاصك عاد تسقط سنين صقلة تتفاجئ من السيد الرئيس لا تهمك مصلحة مرضى ساكنة السكر عين السبع عباد الله 180 مليون اني لها الرئيس ما خداهاش وذاك 50 مليون ما عرفناش فينا هي تتفاجئ بدون السكر اللي فيه بقى 10 تيتفرق بشهر 10 شوف علاش انا نقطة واش عطيك في الاخر السيد الرئيس انا الصفقه اللي كنت 180 عاونتها لا ركزت 10 مليون يبريك ودازت 20 مليون عقل وربحت مخاطره 20 مليون ما نقول لك شكرا ما نقول لك والو تكون عندك شرطه شوف يا جوتيني وانا نهضر معك نفس الصفقه دازت 20 مليون عقل دوزت عليها وريتها ودوزت 20 مليون عقل شكرا شفتي الفيديو وانا غنجاوب لك انت عندك الجرأه شوف الجرأه قدام مجلس هذا قول لي شو راح تعمل يا سيدي المشرع كان واحد بغلبه عليك
في التاجر الحسينيه مزيان في التاجر الحسينيه. انا ما طلبتش شي حاجه، ما طلبتش شي حاجه، بقيت نعاودها تنقول لك اقسم بالله هاي العظيم اذا نصدق ولا صدقت من هنا نصدق من مجال ثلاثه ولا اربعه اللي فيه دابا انا ماشي سهله، ماشي سهله باش واحد يقول هذا كي اللي تيبكي وتيعطي فلوس ماشي انت. انا تنقول لك تعرف اش نقول، وثائق الصدقه البوابه ما فيهاش كل شيء، راه ما عندهاش فيزيبيليتي كل شيء. اعطيني شكون اللي خدا، اعطينا الوثائق باش نعرف ماشي تاع شكون اللي خدا، اللي خدا لا يهمني صاحب هذا وعم فزاري صاحبي، ما يهمني الفلوس اللي مشات بها تزود تاع 20 مليون في ربحت 20 مليون ولكن فين طلعتي الرباح تاع مليون فرنك. تعرف اش نقول سير رايح نقارن الدواب نقول هذا باش يتقلب، قارن برمجه الفلوس تاعك اللي كنا دايرين مع الفلوس اللي درتي باش دخلتي. وانتهى الكلام في هذه النقطه، انتهى الكلام في هذه النقطه، نكمل باش نكمل. المسابح سير رايح ماشي المسابح لانه كاين في البرمجه، المسابح سير رايح صيانه المسابح اللي خسرنا عليها 800 المسابح اللي ما دخلت فيها 330 مليون. 330 مليون المسابح خاصنا مسابح السيد الرئيس. وانا برمج دارت سيد عام باش يدار مسبح ودارت مجلس عمالة باش مسبح مغطى ماشي مسبح، كل واحد يزيد الجودة تاعو الكاليتي تاعو كي تيخدم فهمتيني، ولا حساب عقلو كنقولو برمج ماشي نابورت كي. انا بغيت نفضل واحد الفئة اللي حطيته باش يدوز مستعملة هو اللي له احتياجات خاصة. إلا كنت استثمار الإنسان الإنسانية واحد الفئة ما يهمش، درتي جوج زيد واحد الفئة تاعي هنا استافد. حنا بغينا نمشيو وغادي نشوفوا في كاين الأخرى وتنتفاجئوا بأنك أنت ما كتبرمش مسبح خوف مكان خوف ملي ما بقاش على الجامعة ما بقاش على المقاطعة وديني قال واحد الشركة وتنتفاجئوا بغينا نديروا مسبح شنو غنديروا مسبح. لا تنقولوا مركب عرض الدولي ولا أخشى شيئا ومرافقه ما تنجحش الجمعيات ما رافقوه كل الديليغات السوناجيس ثم بقى لا رئيس الجامعه ما بقاش عنده الحق يدخل يدير شي حاجات. رئيس الجامعه ما بقاش عنده الحق باش يحط في مشروع. اذا ما بقاش نزيدوا لان الناس ما ردوا لي البيسين خاصنا نوضحوا الناس بانه هذاك السوناج هذاك الملعب ما بقاش عنده الحق في المقاطعه. الجامعه المقاطعه ما تهضرش عليها انا برد هو اللي انا خطات باش درت هذيك البرمجه. الجامعه ما عندهاش الحق دير فيها. المسابح سترات بغينا نشوفوا مسابح، هذوك المسابح بغينا نعرفوا لا ريسيبسيون ديال السيد رئيس سيرو كافي بغي نعرفو علاش بداتو داو في شهر خمسة بدون لا ريسيبسيون تاعهم، وهذا شيء خطير سيد الرئيس لأنه شنو علاش